فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. ويستحب أن يضجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن. نعم. وكان أبو موسى ورافع بن خديج ابن خديج رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه يفعلونه. قال صوتك بقى عشان. قال: وأنكره ابن مسعود رضي الله عنه. أنكر الاضطجاع. نعم. وكان القاسم وسالم ونافع رحمهم الله لا يفعلونه. آمين. قال: واختلف فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي عن أحمد رحمه الله أنه ليس بسنة. نعم. لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكره. حقيقة الأمر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة مستحبة عند الجماهير، أما الظاهرية فقالوا بأنها واجبة، بل قالوا بأنها شرط في صحة الصلاة، يعني من لم يضطجع صلاة لا تصح. وهذا كلام فيه نظر كبير جدا، وتعلمون الظاهرية الإشكال عندهم في هذا الباب أن النظر ليس له محل عندهم، وإن كان الأثر وكل الأمر، لكن النظر فيه فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه، أو إذا جاءك الأثر فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. أقول بالنسبة للاضطجاع بعد صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفهم يرجونه على الصوت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وهذا الاضطجاع سنة فعلية، لأنه أقصى ما يكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، وفعل النبي على التشريع وعلى التعميم مع احتمال الخصوصية. لكن التأصيل يعني الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هو أن النبي فعل ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على السنة. الظاهرية قالوا بالوجوب، واستدلوا بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع. وهذا حديث أصالة لم أمر، قالوا وظاهر الأمر الوجوب، والتأصيل العام صحيح، لكن الحديث ضعيف، الحديث لم يصح. فحديث أبي هريرة الذي صح هو أنه حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية فعل النبي كما قلنا الأصل في فعل النبي هو التشريع دون الوجوب، وإن كان أيضا احتمالية الخصوصية قد ترد لكنها ضعيفة. هذا بالنسبة للكلام على السنية، والسنية هي الأرجح، والوجوب الذي جاء به ابن حزم ليس بسديد. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم أحدكم ركعتي الفجر فليضجع. نعم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال رواه البزار في مسنده وقال: على شقه الأيمن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال: متفق عليه. نعم. وهذا لفظ رواية البخاري رحمه الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خلفه كائنا من كان. هنا يقول لنا ما روى أبو هريرة قال رسول الله: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. هذا ليس من الجيد الاستدلال على السنية التي هي رواية أحمد بهذا الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف، والقاعدة عند العلماء الحكم فرع على التصحيح والحديث ضعيف. لكن حكاية فعل النبي وردت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عندما بات عند خالته ميمونة ووضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين إلى أن قال: ثم اضطجع فنام. فإيش؟ فنفخ. فنام فنفخ، وكان إذا نام نفخ. فهنا الاضطجاع بنوم كانت على النبي صلى الله عليه وسلم راحة من أجل أن يعطي لنفسه القوة لصلاة الفجر. كان الأولى الاحتجاج أو الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا الحديث
الذي رواه الترمذي حديث ضعيف. لكن يقال في ذلك بأن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، والترمذي حسن الحديث ورواه البزار في مسنده. وطبعا قال على شقه الأيمن، وعن عائشة رضي الله عنها رضاها كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو العدل في ذلك، أنه من فعل النبي، ولم يصح حديث أنه جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليضطجع. وهنا كلام عجيب جدا، خذ اكتب هذا الكلام وعزوه. ها هو لك تفضل. شوف أنا أملي عليك ما قاله ابن قدامة، قال وهذه رواية البخاري واتباع النبي، واتباع النبي في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان. صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والله. فيكون الصحيح بأن الاضطجاع سنة من السنن، وقد رأى بعض العلماء هي سنة لمن قام الليل، وما لم يقم الليل ليس في حقه سنة، لأن الأصل فيها هو راحة الجسد من أجل أخذ القسط ثم القوة بعد ذلك في صلاة الفجر للإطالة فيها، لأن الله قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، ولأن الصحابة الكرام كانوا يطيلون في صلاة الفجر. فمن قام الليل فله قسط من الراحة بهذا الاضطجاع، يعطيه قوة من أجل الاحتمال عند صلاة الفجر. عشان كده حضرات ما حملتهاش الناس من تعالى. وش تقول؟ ليه اللي ما خليش انا احملها ان دي سنه عاده؟ الاصل في فعل النبي ليست سنه عاده، الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، اصل في كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، هذا الاصل، الا ان اذا جاءت القرينه ودل الدليل على العادات. فالحق ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطجع وجدناه يستمر على ذلك، العاده ان الانسان ما يستمر على امر في هذا الباب. الاصل مفهوم، الاصل أن النبي في العادات لا يستمر عليه، والعادة كأي إنسان ألف شيئا يتركه طارة يفعله طارة. أما استدام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دل على السنية. وقد قال الله عموما لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عباس لو كانت على الخصية والعادة ما قال نام فاضطجع فنفخ، وكان إذا نام نفخ، وهو ما قال بذلك لو يعلم أنها سيكون لها ذياع وتشيع بين الناس، ويعلم أن هناك من يسارع ليأتسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل ويقرأ في الركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. قال ويستحب فعل السنن قبلها ويقرأ في ركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قلنا بتشرق الشمس على توحيد، وأيضا تغرب الشمس على توحيد، لأنه درجة سلم في غالب حاله كان يصلي في ركعتين الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا في الركعتين في المغرب هو يقول رواه ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب في الركعتين قبل وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. طبعا هنا ركعتي المغرب ليس فيها أشكال، الأشكال كل أشكال وين؟ في ركعتي الفجر، لأنه كان يصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيته كيف يعرفه ابن مسعود؟ لنا أمران هنا في هذا الباب. الأمر الأول أن يكون ابن مسعود قد بلغ بذلك، ويكون معنى سمعت رسول الله يعني نقل لي عمن سمع رسول الله أنه كان يقرأ بهاتين الركعتين، وفيها أنه كان في الأسفار مع النبي، وهذا هو الأرجح، لأن النبي قلما كان يصلي سنة الفجر في المسجد، فكان في الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي، فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر أنه يصليهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يكون هذا الإظهار
فيما أتى به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لا سيما وأن في صلاة الفجر أنه لا يطلع، ما يمكن أن يكون معه في البيت، فيكون المسألة هنا على الأسفار التي كانت من ابن مسعود مع النبي مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأغلب ما كان يسمع النبي وهو يصلي ركعتي الفجر يقرأ بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد، كما قلنا تطلع الشمس تشرق الشمس على التوحيد. نعم. قال: ويستحب فعل السنن في البيت لما ذكرنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب والعشاء في بيته. وقال أبو داود هنا هو كما قلنا هو ابن عمر يؤكد ذلك أنه كان يصلي ركعتي الفجر في البيت. نعم. المغرب. لا بس المغرب هنا في هذا الباب قد نقول أنها إما الأصفار وإما أنه في أوقات المسلم كان يجلس في المسجد، فهو درج على ذلك أنه يصليها معه في، لا عجب أن يصليها معه في المسجد. أو كان يدخل عليه رضي الله عنه. أو كان يدخل عليه، لكن هذا ليس أيضا بإيش ب يعني ما أخذ. هذه الكلمة أزعجتني، يعني هذه الكلمة أزعجتني، ما يقال ذلك، يقال يطلع صوت نعم، لكن الكلمة دي أزعجتني، يعني ما تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. وقال أبو داود رحمه الله: ما رأيت أحمد ركعهما يعني ركعتي الفجر في المسجد قط، إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة. وقال الأثرم رحمه الله: سمعت أبا عبد الله رحمه الله سئل عن الركعتين بعد الظهر يصلي أين يصليان، قال في المسجد، ثم قال: أما الركعتين قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته، ثم قال: ليس هنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب. وذكر حديث ابن إسحاق رحمه الله: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قيل لأحمد رحمه الله: فإن كان منزل الرجل بعيدا، قال: لا أدري. وذلك ما روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. رواه أبو داود. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدها، ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال رواه ابن ماجه والأثرم، ولفظه قال: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. جزاكم الله خيرا. هنا مسألة السنن في البيت والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة أن السنن تكون في البيت على ذلك كثيرة، منها أولا الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب السنن كان يصليها في بيته، ومنها أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما في السنن، بما صح عنه في السنن أنه قال: صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد. صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة النافلة في المسجد، وهذه مهمة جدا أن يفهمها المرء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. لذلك اتفق جميع أهل العلم السلف والخلف على أن السنة أن يصلي السنة في البيت، فكان يصلي سنة الفجر في البيت وسنة المغرب في البيت، وأحيانا يصلي سنة الظهر في المسجد، وغالبها أيضا أن يكون في البيت القبلية، قد تكون السنة البعدية تكون في المسجد. ولذلك كما قلت قال النبي: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. نعم. هذا في دليل جواز الصلاة في القبر. أعوذ بالله، هم يستدلون بذلك على ما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا خطأ مبين، وهذا صراحة هؤلاء القوم يعني ليس فيهم من يعقل، وهم يأخذون الشبه يروجونها للسيطرة على عقول الأغمار. قال: فصل: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها، فإن فات شيء من وقت هذه السنن فقال أحمد رحمه الله:
لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. وقال ابن حامد رحمه الله: تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسنا الباقي عليه. وقال بعض أصحابنا: لا يقضى إلا ركعة الفجر إلى وقت الضحى وركعة الظهر، فإن أحمد رحمه الله قال: ما أعرف وترا بعد الفجر. وركعة الفجر تقضى إلى وقت الضحى. قال مالك رحمه الله: تقضى ركعة الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك. وقال النخعي وسعيد بن جبير والحسن رحمه الله: إذا طلعت الشمس فلا وتر. أنس تعال. نعم. وقال بعضهم: من صلى الغداة فلا وتر عليه. قال: والأول أصح لما ذكرنا. وقد قال أحمد رحمه الله: أحب أن يكون لي شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضاء. قال بس إذا هو عنده كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة. أقول السنة الرواتب لها علاقة بالفرائض، أنها شابهت الفرائض بأنها مؤقتة وأنها قد تصلى جماعة وأنها أيضا تقضى وأنها تقضى، لكن عندنا القاعدة الكلية أن كل عبادة مؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت، إن فات وقتها فاتت إلا من نوم أو نسيان أو انشغال. والدلالة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لك كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذا التأصيل أن السنة القبلية وقتها قبل أن تفعل الصلاة، إن فعلت انتهى وقتها فات إذا كان مفرطا. والسنة البعدية وقتها لأن يجيء الصلاة الأخرى، فإن جاء وكان مفرطا لا قضاء، إذ القضاء كما قلت منحصر في نوم أو نسيان أو انشغال. النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة سنة الظهر بعد العصر، ولما أرسلت إليه أم سلمة قالت: تنهى عن الصلاة في هذا التوقيت ثم تصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنة الظهر، شغلني عنها توزيع الصدقة فأنا أقضيها الآن. وثبت عليها لأن عائشة قالت: كان النبي إذا أنشأ عبادة أثبتها، أو قالت ثبت عليه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد الفجر، بعدما صلى الفجر قام يصلي، فقال: آه الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين؟ قال له: لا، إنما رغب الفجر. فأقره النبي. الحديث فيه كلام لكن يتعاضد بكثرة الطرق، فالحديث أيضا يعني يرتقي للاحتجاج. وأما القضاء في غير، وهذا في أوقات النهي، وكل صلاة ذات سبب تلتحق بها خلاف الحنابل، كل صلاة ذات سبب تلتحق بها. أما التخصيص في صلاة بعد العصر أو صلاة بعد الفجر بركعتي الفجر أو ركعتي الظهر والتخصيص بذلك، الصحيح الراجح أنه لا تخصيص. وإن كان ما خرج عن قياس فغير عليه لا ينقاص، لكننا نقول وإن كانت الرخص عندنا القرينة القولية والفعلية على التعميم. يا بني عبد مناف، لا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت في أي وقت أو صلى في أي وقت شاء. ولعموم قول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها عمومه الآن، ما فوقت وقتما ذكرها عموم، والمعنى في أي وقت سواء كان وقت النهي أو لم يكن وقت النهي فله القضاء. وهذا الراجح الصحيح بإذن الله تعالى الموافق لفعل النبي ولأيضا السنة التي جاءت قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فالوتر قد ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر، ابن عباس وعلي ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر، فكانوا يوترون بعد الفجر. وحتى علي ابن أبي طالب قال: نعم وقت الوتر هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: قد رزقكم الله صلاة أو منحكم صلاة، يعني هي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فقال: هي منوطة بالصلاة، ما لم تفعل الصلاة فهذا وقت للوتر، ما لم تفعل الصلاة فهذا وقت للوتر. نعم. رددنا على الحنابلة، يعني يقول ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. قلنا أوقات النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر، عن ركعتي الظهر وركعتي الفجر، ونحن نقول في هذا الباب: بل وغيرها يلحق بها لعموم قول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. ومالك تقضى ركعتي الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك، وهذا صحيح، هذا صحيح. إذا إن صلاة ركعتي الفجر إلى أن يجيء الصلاة الأخرى،
هذا إن قلنا أنه استيقظ قبل الزوال أو انحل عن انشغاله قبل الزوال، لو استمر معه الانشغال والنوم حتى لو بعد الزوال، نقول هو ينزل تحت عموم قولي من نام عن صلاته ونسيها فليصلي وقت ما ذكره. وأما الوتر إذا طلعت الشمس فلا وتر، قلنا بأن الوتر يوتر وبينا ذلك قبلها من يومين أو ثلاثة، صحيح بأنه يوتر قبل الزوال، ولذلك هو قال من الليل، هو قال من كان ولده من الليل فقضاه ما بين الزوال ما بين الضحى إلى الزوال، فكأنما قضاه في الليل، وهذا عام في القراءة وفي الصلاة. نعم. قال النوع الثاني تطوعات مع السنن الرواتب. قال يستحب أن يصلي قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها، لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال رواه أبو داود والترمذي رحمه الله، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وروى أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال وقد ذكرناه وعلى أربع قبل العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن هذا بعد قبل العصر، صحيح؟ نعم. والنبيين ومن تبعهم من المسلمين. قال رواه ابن ماجة. وعلى أربع بعد سنة المغرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. هذه علامة من علامات، قالها المحدثون المحققون، هذه علامة من علامات الضعف، أن تجد عملا يسيرا وفي أجر كبير جدا دون قرينة تقوي الباب. قال رواه الترمذي رحمه الله. وقال لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم وضعفه البخاري جدا. وعلى أربع بعد العشاء، لما روي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو قالت ست ركعات. قال رواه أبو داود. نعم. السنن والسنن الرواتب، السنن والسنن الرواتب. هنا ترى يقول تطوعات مع السنن الرواتب، يعني تطوعات كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أقل رتبة من السنن الرواتب. السنن الرواتب علامتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولا يتركها بحال إلا إذا كان مسافرا، فإنه كان ما يترك الوتر والقيام وركعتي الفجر، لكنه كان ما يصلي السنن عند السفر، الرواتب وغير الرواتب. وإن كان العلماء قالوا له أن يتنفل مطلقا، لكن الرواتب ما كان يصليها. تطوعات غير الرواتب أربعا قبل الظهر أربعا بعد العصر، أربعا قبل الظهر أربعا قبل العصر. قد نقول يضم الأربع قبل والأربع بعد، وقد ورد عن ابن عمر أنه صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فيكون هنا المجمل في هذا الباب ستة، أن يصلي ستا قبل الظهر وستا بعد الظهر. لكن في الاستقلال راح قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وهذا أيضا فيه دلالة على جواز صلاة الأربع متواصلات بتشهد واحد كما قال الشوكاني والصنعاني في هذا الباب، وظهر الحديث يقوي ما يتمنون. قال حرمه الله على النار، وحديث حسن صحيح قريب. وروى أبو أيوب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وهنا هذه الزيادة فيها أهمية، وش الأهمية؟ قال ليس فيهن تسليم، ليس فيهن تسليم دلالة على أنه ما يش على أنها أربع متواصلات، على أنها أربع متواصلات. وأيضا أربع قبل العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ورد عن علي بن أبي طالب في صفة الأربعة أنه صلى أربعا بعد العصر متواصلات، وفي المسند قبل العصر متواصلات متواصلات، وأيضا أربعا قبل الظهر قال فيهم كان يفصل بين كل ركعتين
بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين. رواه ابن ماجه في المسند كما قلت ذكر الوجهين التواصل وذكر أيضا يصلي ركعتين ركعتين. من كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين ركعتين، بل والأكمل كما قلنا صلاة الليل وصلاة النهار أن يكون مثنى مثنى مثنى. وأربعا سنة سنة المغرب، وهذه باطلة لأننا قلنا القاعدة العامة في هذا الباب الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، والحديث بذلك لم يصح. أربعة في سنة المغرب لما روي عن أبي هريرة مرفوعا من صلى بعد المغرب ست ركعات لما تكلم بهن، ورأيت أفاضل يصلونها وقلت لهم الحديث ضعيف، قال يعني ألفنا ذلك، المشكلة المشكلة الكبيرة أبوه علمه ذلك فأخذها عن أبيه عادة فلم يستطع تركها، وكلما ناديته الحديث ضعيف يقول دعك، أول الحنابلة قالوا ذلك. من صلى على المغرب ست ركعات لما تكلم فيهن بينهن بسوء عدلنا له ب12 عدلنا له ب12 سنة. طبعا البخاري قال عن عمر بن أبي خثعم وهو في الإسناد قال ضعيف جدا، فهذا خلاص انتهى ما في. اللهم امين، اسال الله جل وعلا ان يكشف عنه وان يبرئه وان يعجل بتفريج الكرب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين يا رب العالمين. قال اربعا بعد العشاء لما روي عن شريح بن هانئ عن عائشه قال سالتها عن صلاه رسول الله فقالت ما صلى رسول الله عشاء قط الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات، وهذا ايضا لم يصح، وهذا ايضا لم يصح. والصحيح في العشاء وسنة العشاء أن يصلي ركعتين بعدها، وأصل الرواتب من ثابر عن سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ذكر منها ركعتين بعد العشاء. ولم يرى عن النبي النفل المطلق بعد العشاء، ما روي عن النبي إلا أنه كان يصلي 4 وهي قيام وينام ثم يقوم ويصلي 4، وكان يؤخر القيام والوتر إلى ثلث الليل الآخر فيصلي 8 متواليات واركع 3 ركعات وترا. هذه اغفل المصنف ايضا كثير من الضحى ياتي بها ان شاء الله. طيب لحظه، فاقول بانه هناك سنن اخرى كسنن الجمعه، وبعض العلماء يرى سنن بعد العصر وان كان لم يثبت ذلك، لكن بعضهم تكلم عن هذه السنن. ناهيك على السنن النوافل المطلقه، وهي أنه ما سجد لله عبد سجدة إلا رفع الله به درجة وحط عنه بها خطيئة. تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.